في السودان نفذ الجيش غارات جوية مكثفة على أحياء في مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة وعلى مناطق شرق وجنوب الولاية. ونصب الجيش كمينا لقوات الدعم السريع في منطقة دار السلام غرب ود مدني، وتجمعت قطاعات للجيش في مدينة المناقل على بعد 60 كيلو مترا غرب ود مدني. يأتي ذلك تزامنا مع مباحثات يجريها عبد الفتاح البرهان مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص للسودان حول الوضع في السودان. تنضم إلينا مراسلة المشهد سالي بكر من ولاية نهر النيل عبر الهاتف لإطلاعنا على آخر التطورات الميدانية والإنسانية في السودان وآخر طبعا تفاصيل المباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع في السودان. إليك سالي. نعم أريج، يعني بالفعل كانت هنالك يعني غارات جوية للجيش السوداني استهدف بسلاح الجو عدة تمركزات لقوات الدعم السريع في مختلف الولايات التي يعني مؤخرا شهدت اشتباكات، وكذلك أيضا تتواجد فيها قوات الدعم السريع في مدينة ود مدني في عدة مناطق الواقعة غرب مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة. استهدف الجيش قوات الدعم السريع، هذه المقارة تتمركز فيها قوات الدعم السريع في هذه المناطق، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من بين صفوف قوات الدعم السريع وكذلك المدنيين. أما في ولاية الخرطوم كذلك تواصل القصف الجوي والمدفع اتجاه تمركزات الدعم السريع في شرق الخرطوم وجنوب الخرطوم، وكذلك أيضا في شمال الخرطوم بحري، هذه المناطق التي لا زالت تتمركز فيها قوات الدعم السريع، وأيضا في وسط أم درمان، هذه المنطقة التي تسمى بأم درمان القديمة. كذلك قامت قوات العمل الخاص بعمليات تمشيط واسعه في هذه المناطق التي لا زالت تتمركز فيها قوات الدعم السريع. كذلك ايضا قام الجيش بقصف او استهدف عده تمركزات او تمركز لقوات الدعم السريع في مدينه القطينه، هذه المدينه الواقعه في ولايه النيل الابيض في وسط البلاد والواقعه جنوب الخرطوم، التي دخلت اليها ايضا قوات الدعم السريع مؤخرا، وكانت هنالك اشتباكات في وقت سابق بين دعم السريع في هذه المدينه، مما ادى الى اغلاق السوق ايضا الرئيسي والمستشفى الرئيسي في هذه المدينه، وادى الى نزوح سكانها نحو مدينه الدويم الواقعه ايضا في جنوب ولايه النيل الابيض. هذه هي المواقع التي يعني او المناطق التي دخلت اليها قوات الدعم السريع وتتمركز فيها، قام الجيش بمحاوله استهداف هذه المناطق ومطارده قوات الدعم السريع. اما فيما يتعلق او بشان يعني لقاء البرهان امس بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، كان قد أطلعه خلال هذا اللقاء على الأوضاع في السودان في فترة ما قبل الحرب وأثناء الحرب بعدها أيضا، وحول الانتهاكات نعم. التي قامت بها قوات الدعم السريع من جرائم وانتهاكات حقوق المدنيين، وكذلك تدمير للبنى التحتية في العاصمة الخرطوم وغيرها من المناطق التي شهدت اشتباكات مؤخرا. كذلك أيضا أطلعه وصلت على الصورة. نعم. نعم سالي بابكر مراسلة المشهد كنت معنا من ولاية نهر النيل عبر الهاتف، شكرا لك على كل هذه المعلومات.